فخامة الرئيس. هل تعرف من نحن؟ نحن أبناء وطن الكيان يسمى السعيد، وكل أحلامنا أن يعود سعيدا كما كان. يا فخامة الرئيس، هل تدري ما هي أمنيتنا؟ أن نحمل القلم بدلا عن الرصاص، أن نرى الألعاب النارية بدلا عن الصواريخ. نريد أن نلعب في المكان المسيح دون خوف من الأرقام. نريد أن نصفق عند رؤية نثرات الأخبار، لا أن نبكي ونغلط. نريد أن نزرع، أن نبني، أن نبدع. نرسم كل الألوان والزخارف، إلا ألوان الموت وأشكالها. فهل ستعطينا هذا الوطن؟ أم أن علينا أن نصنعه بأنفسنا؟